بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. تجارب المستفيدين من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن بمختلف الأمراض وفوائد صحية مختلفة. رجل أصيب أنفه وتدفق الدم وتوقف النزيف بوضع أنفه في كوب من الماء الساخن. لقد عانيت مؤخرا من إهانة أدت إلى كسر في أنفي. اللحظة التي واجهت فيها ألم كان هناك الكثير من الدم يتدفق يصعب نشفه، فوضعته في كوب من الماء الساخن. أنا لن أقول أعتقد وفقا للسيد لونة، بل كنت أقسم مثل بحار. بفضل الطب القديم الجيد أنفي أصبح على ما يرام. لقد تناولت كوب جميل من الشاي الساخن كل الصباح بينما كنت أتعافي. إشادة الطبيب السعودي للفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن الدكتور فهد الخضيري. تصور أنك تشرب شاهي بدون سكر، هو نفس الشيء وليس له أضرار، بل جربت ذلك شخصيا وأفادني كثيرا. استفادة قاضي بمحكمة في السعودية من نضارة الوجه، احمرار الشفتين، الجيوب الأنفية، خفة الرأس، الصداع، الزكام، ألام اللوز، ألام المفاصل، الروماتيزم، انتفاخات المعدة، الحموضة، حرقان المعدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك يا دكتور، تستاهل أكثر من هذا. أنت تعبت كثيرا حتى اكتشفت لنا فوائد هذا الماء، ولعل الله سخرك الكثير من المرضى لينتفعوا بهذا الدواء، ولعل هذا من عاجل البشرية المؤمن، ولأراك إلا رجلا تحب الإحسان إلى الناس، والله يحب المحسنين، وأنا واحد ممن استفاد من هذه التجربة بحمد الله وفضله. استفدت من الكثير، ولعل أذكر بعضا منها: نضارة الوجه، واحمرار الشفتين، وانخفاض في أعراض الجيوب الأنفية كانسداد الأنف، وخفة الرأس، والصداع، والزكام، وألام اللوز، والأعراض الناتجة عن التهاب اللوز كألام المفاصل والروماتيزم وانتفاخات المعدة. أما الحموضة فحدث ولا حرج، علاج فعال لم أرى في حياتي مثله، وحرقان المعدة تجربة مواطن سعودي مع العلاج بالماء الساخن في تقوية الثقة والذاكرة والحيوية والنشاط والتخلص من السعلة. السلام عليكم عزيزي الدكتور فارس، أسأل الله تعالى أن يدوم عليك الصح والعافية، ويجعلك ووالديكم من السعداء في الدنيا والآخرة. صباح الخير. فعلا هذا صحيح، أنا شرب الماء الساخن نعمة من الله، وأنا حقيقة أحسست من خلال شرب الماء الساخن فعلا يقوي الثقة والذاكرة ويجعلك في حيوية ونشاط. وشكرا لك أخي فارس، الله يقويك دكتور ويجزيك كل خير. والله من أول كاسة شربته ارتحت من السعلة والحمد لله. هلا خفيفة كثير على الهواء بالبارد، بس بتيجي شوية وبتروح. الله حيوفقك يا رب ويقويك دكتور فارس. حقيقة الماء الساخن هو النعمة من الله، ما كتب عنه فعلا صحيح. وأنا شوف كل يوم أحسن، تركت الحبوب وصرت أشرب الماء الساخن 3 لترات في اليوم، الآن أحسن من أول والحمد لله. وأكرر شكري وتقديري إليك مع خالص تحياتي لك.
إشاد الرجل بفوائد الصحي والعلاج للماء الساخن. لقد سمعت من خلال اليوتيوب أهمية الماء الساخن للجسم، فعلا معجزة ربانية من خلال هذا. أشكرك كثير على مقدمته للناس من هذا الاكتشاف المعجزة، وجعله الله في ميزان حسناتك. نعم، بالتجربة فيها شفاء، من دوم عليها يبين الله الناس. لا يصدق أن الماء وحده جعل الله فيه شفاء الكثير، يستغرب من هذا الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في الماء، سبحان الله، الذي في متناول الجميع.